دائما نسمع مقولة إرضاء الناس غاية لا تدرك. صحيح. ولكن في كثير من الأشخاص ما بيعرفوا شو المعنى الحقيقي لهي الجملة، فبيروحوا لإرضاء الناس ولو على حساب مصالحهم الشخصية والنفسية والاجتماعية. يمكن سلمى بجوز ما عنده ثقة بنفسهم كثير كبيرة، عنده نقص بزاوية ما بحياتهم، فبيفكروا إنه إرضاءهم للناس إنه ممكن الناس تحبهم أكثر، الناس ترضى عليهم أكثر. شو رأيك؟ صحيح رشا، للأسف في بعض الأشخاص بيبحثوا عن التقبل الاجتماعي بطريقة خاطئة، وبيكون هذا التقبل الاجتماعي من خلال أنه الآخرين يقولوا لنا أنتوا تمام وأنتوا مناح بحياتنا، بغض النظر إذا نحن كنا راضيين عن علاقتنا مع هدول الأشخاص أو لا. يمكن هذا الشيء كمان سموه علماء النفس بالشخصية التي تتوجه اجتماعيا. شو هي هي الشخصية؟ مزاياها، عيوبها، وكيف بتنشئ علاقاتها الاجتماعية مع الآخرين؟ هذا موضوع فقرتنا النفسية لليوم رح نحكي فيها مع ضيفتنا الاختصاصية النفسية سلام القاسم، اللي رح تجاوبنا على كثير استفسارات وأكيد رح تنصحنا لحتى نعرف نتعامل مع الأشخاص حوالينا. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. صباح الخير أستاذ السلام وأهلا وسهلا بحياتك فيك. اليوم بحياتنا في ناس كثير بتمرق من هي النماذج، بتحسين أنه هنن عم يخسروا كرمال يرضوا الطرف الآخر. أدي هذا اليوم الشعور شعورهم، هل هنن عم يشعروا عن جد بالرضا وقت عم يعملوا أي شيء كرمال يرضوا الطرف الآخر؟ هلا ارضاء الاخرين هو انه انت تفضلي رغباتهم واحتياجاتهم على رغباتك واحتياجاتك الشخصيه. طبعا هذا هو امر متعب وبيأثر على الانسان كثير كبير، ولكن هي عباره عن شخصيه اعتماديه بتنشا من الطفوله، بتكون دائما ربط على اساس انه نحن الشعور بالسعاده، الشعور بالمدح الايجابي من الاخرين او انه الناس بينبسطوا منك وبيحسوا بالسعاده هو انت لما بتقومي وبتساعديهم وبتفضلي رغباتهم على رغباتك انت الشخصيه. طبعا في دراسه هي بتشير انه تمت في عام 2015 بمجله الحدود، وهي عن علم الاعصاب البشري، بتقول فيها انه هدول الاشخاص يلي دائما بيسعوا لتلبيه رغبات الاخرين هن عندهم نشاط بدماغهم في نشاطات مختلفه عن الاشخاص يلي هن دائما بيعبروا عن ارائهم، بيكون لهم شخصيه استقلاليه، بيكون لهم مواقف في الحياه، فهو في اختلاف بنشاط الدماغ. ولكن عاده هدول أشخاص دائما هن أشخاص طبعا طبيعيين 100%، هن أحيانا هدول الأشخاص بيكون ما بيشعروا أنه في عندهم مشكلة بتلبية رغبات الآخرين أو أنه عم يعطيهم شعور أنه في شيء غير جيد، ولكن في أشخاص معينة بعد فترة من الزمن بصير في مثل استغلال وانتهاك للشخصية، بصير بحس حاله الإنسان أنه هو صار مستغل، لأنه محاولة أنك ترضي الآخرين رح يفقدك أهم شغلتين عند الإنسان يلي هن بينتهك بإمكانياته الطاقة والوقت، بصير في هدر للوقت واستغلال للطاقة، بصير أنت يعني هاي الطاقة بدها شحن من أول وجديد. هون الإنسان بصير بحس أنه أنا ماني متوازن نفسيا، ما عندي استقلال نفسي، ماني قادر أتعامل مع حدا تاني، بحس حاله أنه أنا عندي مشكلة. ولكن في أشخاص على فكرة هن ما بيحسوا أبدا بهذا الشعور، بيضلوا دائما بيحسوا بوجودهم هو بإرضاء الآخر. يعني إذا أنا ما رضيت مديري بالشغل معناتها أنا ما أنجزت، إذا ما فلانة إجت قالت لي كل يوم أنت جميلة ولبسك حلو معناتها أنا ماني جيدة وماني جميلة أبدا. دائما هذا الاعتمادية والاتكالية بتكون عند هذا الشخص يلي هو دائما ربي على أساس إرضاء الآخر. طيب أستاذ السلام، خلينا نرجع لجذر المشكلة. عادة هاي المشاكل السلوكية بتنشأ عند الأشخاص من الصغر، يعني هو بيكون تعلم من صغره بالأسرة أو تعرض لحالة اضطراب سلوكي معين أدت معه لوصل لهذا الشيء. أكيد ما نحن كلياتنا هيك بنكون، يعني في شيء معين أثر. شو هي خليني أقول الشيء اللي تربى عليه غلط اللي وصله لهي الحالة لحتى نحاول نعرف شو جذر المشكلة وما تتكرر مع أشخاص ثانيين؟ هلا محاولة إرضاء الآخر سواء كانت هي عقيدة راسخة ولا كانت عبارة عن عادة سلوكية متبعة منذ الصغر فهي سيئة وتنتهك الجسد وتنتهك الروح وممكن تؤدي لمشاكل سلوكية في المستقبل. ولكن عادة الأشخاص اللي بيحاولوا إرضاء الآخر هن هدول الأشخاص بيكونوا من الجذر من الطفولة، كان في شيء اسمه عندهم بتربية الأهل شيء بنسميه نحن التربية المشروطة. يعني بتكون الأهل بيقولوا له مثلا إذا أنت أنجزت العمل الفلاني أو كنت اليوم جيد بمدرستك أنت أنا رح أعطيك الهدية الفلانية، إذا أنت رحت للمكان الفلاني وكنت هادي معي بس ترجع أنا رح أخليك تشوف برامج التلفزيون. يعني هاي الارتباط
الرباط يلي إنجاز العمل بالإزاء هون بخلي الإنسان ينشأ من الطفولة إنه هو يحاول يرضي الناس لحتى يحصل على الشيء الإيجابي. ولكن نحن لما بقول أنا الحاجة لإرضاء الآخر، معناته أنا أول شيء بدي أفكر شو بالحاجة. الحاجة شو هي الحاجة؟ أنا لما بنزل على السوق بدي أشتري مثلا خضرة، أنا نازلة على السوق لأشتري الخضرة لأني بحاجة هاي الخضرة. لما بروح لعند طبيب اتعالج معناته أنا مريضة بحاجة للعلاج. نفس الشيء بالنسبة لمحاولة إرضاء الآخر، الإنسان بحس يلي عم يرضي الآخرين إنه هو لحتى تكتمل شخصيته هو بحاجة لهذا الشخص لحتى يرضيه، يعني ما بحس بتقدير الذات وإنه بقيمته إلا إذا أرضى الآخر. إذا ما قام بإرضاء الآخر فهو رح يحس إنه ضعيف الشخصية، ما عنده ثقة بالنفس، أحياناً بيجي لوم الذات. إذا أنا ما أرضيت الشخص الفلاني أو رفقاتي أو الناس اللي حولي بالمجتمع، معناته هون بيجي شعور بتأنيب الذنب. هذا شعور تأنيب الذنب بخليه يتضايق كتير، فبيخليه يرفض يقول لا، دائماً بيقول نعم. وعادة هدول الأشخاص دائماً بخافوا انه اذا انا قلت انه انا بدي اعمل الشغله الفلانيه او رحت فضلت مهامي عليهم او اهتميت بعائلتي باسرتي على حساب الناس الثانيه، وهذا الشيء طبيعي انه هيك يكون. ولكن هدول الاشخاص لما بيفكروا هيك انه انا اذا اهتميت بحالي معناته قصرت مع الاخر، هون بصير عندهم تانيب للذات، بصير عندهم هن كمان شعور انه هن ما اقاموا بالشيء اللي مطلوب منهم لازم يقوموا فيه لانهم كان عندهم التربيه المشروطه منذ الطفوله. عادة هدول الأشخاص دائما هن بيكون عندهم ضعف ثقة بالنفس، دائما ممكن يكون في عندهم آثار سلبية بتصير معهم بالمستقبل نتيجة الإرهاق النفس والجهد الشديد بإرضاء الآخر. الشخص يلي بيسعى لإرضاء الآخرين عادة كمان هو شخص اعتمادي، بيفكر انه الانانيه اذا نفذ الشيء اللي بده اياه، بيفكر الانانيه انه هي عم ياخذ شيء من حق الاخرين، عم بيفكر انه انا لما بقول انه عندي انانيه معناته انا انسان صرت ماني محبوب، او انه هي صفه سيئه يلقب فيها، يعني بالمعنى انه بتضيع الانا عنده، بتضيع الانا وبتندمج بالانا تبع الاخر. فهون بفكر انه هي الانانيه صفه سيئه. في الحقيقه هي الانانيه مو بالمفهوم يلي متعارف عليه، الانانيه هي لما الانسان بيعمل الشيء اللي بيتعلق فيه بيعمله بنزاهه بمحبه بشيء رضيان عنه، هي لا تعني انانيه ابدا، وانما تعني انه الانسان صادق متصالح مع نفسه، بيعرف شو بده، بيعرف شو له، بيعرف شو للاخرين، ما يؤذي الاخرين بالنهايه تمام. يعني بموضوع الانانيه. ولكن ست سلام بعض الاشخاص، يعني اليوم نحن حقنا يكون عندنا جو مريح رضا بحياتنا مع الشريك، كان بعلاقاتنا الاجتماعية أو بحياتنا العملية، ولكن بعض الأشخاص ذكرتي الطبيعي، وقت منقول ما بين الطبيعي وغير الطبيعي، نحن غير الطبيعي وصلنا للحالة المرضية. اليوم هون في مؤشرات ممكن تظهر على هذا الشخص، يعني من السلبيات أكيد، شو هي أهم هي المؤشرات لحتى نعرف أنه هذا الشخص دخل بالمرحلة المرضية؟ هلأ الشخص هو لما بيفوت بحالة مرضية ممكن هو ما يدرك أبداً أنه هي مشكلة، وممكن يدرك لما بيدرك حاله أنه بلشت طاقته تستنفذ، ما عنده قدرة أنه ينجز للآخرين مثل ما كان عم يعمل، صار عنده احتراق الذات بنفسه، صار عنده ألم، صار عنده أحياناً يعني مثل ما بنقول نحن بنقول الهدوء قبل العاصفة، كمان في عاصفة بعد الهدوء، فبصير عنده نوع من البركان، بصير في انفجار، بصير في غضب. هون هي كلياتها مؤشرات انه يعني خلص صار عنده مشكلة معينة وبتصير بحاجة لعلاج وبحاجة لحدا يشوفه ويعالجه بطريقة كتير صحيحة. الإنسان لما بيدخل بهي المرحلة انه محاولة إرضاء الآخر رح يضيع، يعني ما رح يحسن الإنسان، ما في إنسان دائما ممكن يضل مدى حياته عم يسعى لإرضاء الآخرين. ولكن في شغلة نحن كتير أنا بحب شير إلها، أحيانا نحن بنحب نرضي الشيء اللي حوالينا، بتحبي ترضي الناس اللي حواليك، الناس اللي بتحبيهم، فلازم نفرق نحن ما بين أنه أنا أرضي هدول الأشخاص لأنه أنا بشعر بالسعادة، وما بين أني أرضي هدول الأشخاص لأنه أنا لازم أرضيهم ومفروض علي هذا الشيء. في فرق كتير، هاي الشعرة هذا مؤشر كتير مهم. فأنا لما بنون قراب لبعض يعني بتحسي تماما، مشان هيك أنا لازم انتبه. يعني إذا كان مثلا أنا بدي أتطوع لأشتغل مع الأطفال،
أنا حابة أتطوع لأشتغل مع الأطفال كعمل إنساني بيعطيني بقوي سي في عندي، بيعطيني شهرة، بيعطيني معرفة، وبيشعرني بالسعادة. هو ضمن اهتماماتي، ضمن عملي، ضمن شغلي، فهذا أوكي، ما في مشكلة عليه أبدا. ولكن لما أنا بدي روح أشتغل مع هدول الأطفال لأنه شخص فلاني قال لي أنه روح اشتغلي مع هدول الأشخاص كتير مهم هذا العمل، هو مو من اهتماماتي، أنا بشتغل بمجال تاني كتير بعيد عن مجال الأطفال وما لي علاقة فيهم، ولكن أنا رغبة لإرضاء هذا الشخص رحت أخدم هدول الأطفال. هون صار عندك محاولة إرضاء الآخر. هي الشعرة كتير مهمة، إنه أنا برضي الآخرين لأني أنا مبسوطة بهالشي وبشعر بالسعادة، ولا برضيهم لأنه مفروض علي. لما بحسن أوصل لهي الشعرة، الحد الفاصل ما بين الإرضاء بالرغبة أو عدم الرغبة، هون أنا بحسن أكون متوازنة مع نفسي وأعرف إنه هاد ما في مشكلة علي. ولكن لما بينفرض علي هون بصير في مشكلة. محاولة إرضاء الآخر بيعتمد دائما إنه أنا دائما بقول نعم 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 للنهاية. محاولة إرضاء الآخر إنه أنا ما بحسن أبدا إنه أعرف حدود نفسي. أنا مين ما طلب مني إنه ساعديني عملي لي هالشغلة، خلاص بروح بندمج. ليش؟ لحتى يقولوا فلانة لطيفة، فلانة حبابة، فلانة نخوة. ظريفة تماما. حتى بالمسلسلات يعني دائما بيقولوا، أو حتى بالمسلسلات السورية اللي نخصص إنه إلي ولا للديب، بيجي بيحط على هيك صدره بيقول له خس الديب. صحيح. فبيربى دائما الانسان على لا انا بدي احقق له اللي بده اياه. تمام، هي من هالفكره هي البسيطه انه لا يعني لازم احقق له، لانه انا هون صار عندي شهامه، صار عندي نخوه، صار عندي انه صارت الناس تقول واو فلان شو شاطر، مين ما طلب منه بيساعده. هي العبارات يلي نحن دائما بنهتم فيها، انه شو بده يقول عني فلان، إذا أنا حكيت الكلمة الفلانية شو بدهم يقولوا عني؟ أنا بحسها محرقة للنفس بالنهاية، محرقة ومؤذية جدا. الإنسان بضيع، يعني مثل ما قلت بضيع الأنا تبعه بأنا الآخر. لما بضيع الأنا عندك معناته أنت فقدتي شخصيتك، ولما الإنسان بيفقد شخصيته هون معناته مشكلة كتير كبيرة. أكيد. طيب أستاذة سلام، خلينا نروح لفكرة كتير مهمة. أدركنا أنه هذا الشخص عنده هاي المشكلة، واضح من خلال ما حكيتي أنه صار تفصيل وتشخيص هاي الحالة صار واضح للمشاهدين. كيف بدنا نتعامل مع هاي الشخصية، إن كانوا المحيطين وإن كان الشخص نفسه؟ كيف بده يبدأ؟ شو هي الخطوات اللي ممكن تساعده لحتى يوصل لمرحلة يخفف فيها داء إرضاء الناس، إذا فينا نقول أصبح داء مثل ما وصفتي، لا يوصل إنه هو يشتغل لنفسه بشكل متوازن؟ هلأ كتير مهم أول شغلة نحن إنه نحط الحدود. الحدود لما شخص بيطلب منك شيء، انه انت تعرفي هذا الشيء ضمن انت قادره تقومي فيه ولا لا. زاد طلباته انا اعرف انه لا في حد لي انا لا احسن قوم باي عمل. ثاني شغله انه نحن لازم نحاول نتعلم عادات جديده، نحاول نسيطر على حالنا نحن، وبنفس الوقت نتعلم نقول لا. يعني لا، على فكرة أنت أنك تتعلمي تقولي لا هي مانا بالأمر السهل أبدا، هي عملية صياغة شخصية من أول وجديد. نعرف وين بدنا نقول لا بالمواقف اللازمة لحتى أحسن أنا أحفظ نفسي. كمان في عنا شيء معين هو أنه ندرب حالنا نحن أنه على خطوات معينة لأحسن أنا أتعامل مع الآخر بشكل أنه أنا أكسب نفسي وما أخسر الناس اللي حواليي. كل خطوة بيقوم فيها الإنسان بكل مرحلة بيقوم فيها لحتى يحسن يسيطر على عدم إرضاء الآخر، هي بالحقيقة تعتبر خطوة كتير كبيرة لتعزيز ثقته بنفسه لحتى يحسن يوصل لمرحلة من الرضا عن حياته والرضا عن شخصيته. الإنسان دائما لازم يتعلم لحتى يوقف الشعور بمحاولة إرضاء الآخر أنه دائما يحدد الأولويات، يحدد المهام يلي موجودة عنده، يحاول دائما يعمل شيء اسمه المماطلة بالوقت. المماطلة بالوقت كتير مهمة. لما أنت بتطلبي مني شيء أنا وأنا ماني قادرة أعمله، يعني كتير مهم أني أنا أقول لك أنه أعطيني وقت،
ممكن تعطيني وقت؟ لأنه هذا بيتطلب مني أني أفكر لأعطيك القرار. يعني هي اللحظة يلي هي كتير مهمة قبل اتخاذ القرار هي كتير بتغير بشخصية الإنسان. فنحن نتعلم نقول لا، نتعلم نكون عنا حدود، نعرف إمتى نقول نعم. صحيح. هذا كله بيساعدك أنه أنت تكوني شخصية متوازنة وما نوصل لمرحلة لما بنتعامل مع الآخرين نوصل لمرحلة من القلق والتوتر اللي ممكن تودينا للاكتئاب. وهون حكيتي كلمة كتير مهمة، أنه نحن نعرف نقول كلمة لا بالوقت المناسب. نحن ما بين الطبيعي واللا طبيعي بموضوع ارضاء الناس، مفروض نحن نفهم انفسنا اول شيء، لانه بالنهايه هذا شيء عم ياثر على نفسيتنا واجسادنا. يعني كثر ارضاء الاخرين. ست سلام، نشكر حضورك لليوم لكل المعلومات اللي ذكرتيها، ودائما تعزيز الثقه بالنفس هي من اهم يمكن الاساسيات بحياه كل حدا فينا. شكرا لك. شكرا لكم، وان شاء الله دائما بنكون كلياتنا شخصيات متوازنه واثقه من نفسها وعندها قدرة على إرضاء نفسها والتعامل بشكل جيد مع الآخر.